عالم وفقيه جليل من كبار التابعين، عرف بعظيم الزهد والتقوى وسعة العلم والصدع بالحق في وجه كل ظالم. الحسن البصري. ولد بالمدينة المنورة في بيت زهد وصلاح. والده يسار كان مولى الصحابي زيد بن ثابت، وأمه خيرة كانت مولاة أم المؤمنين أم سلمة. في تلك البيئة الطاهرة تربى الحسن البصري، ينهل من علم أهلها ويتخلق بأخلاقهم، وفي المسجد النبوي تعمق في فهم الدين على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم، فسمع من عثمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وطلحة بن عبيد الله، وروى عنهم جميعا. كان من أشد المحبين لعلي بن أبي طالب، فمشى على خطاه ونهل من علمه. لما بلغ 14 ربيعة رحل مع أسرته إلى البصرة، مكث بها طالبا للعلم على يد حبر الأمة عبد الله بن عباس. أخذ عنه التفسير والحديث والقراءات والفقه والبلاغة. ذاع صيت الحسن والتف الناس حوله، فكان خير ناصح أمين يدعو إلى الهدى بلسان فصيح قويم وحجة دامغة. سأله رجل يوما: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. فقال: يا أبا سعيد، ما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله. كان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يجل علمه وتقواه، يستشيره كلما استعصت عليه مسألة في الدين لما عرفه عنه من شدة في الحق. وفي رسالة إلى الحسن بعد فترة من تعيينه واليا على العراق يقول عمر بن هبيرة: إن الخليفة يزيد ولاه الله على العباد، وهو واجبة طاعته، ويرسل إلي أحيانا بإنفاذ أشياء لا أطمئن لعدالتها، فهل تجد لي في متابعة إياه وإنفاذ أوامره مخرجا في الدين؟ فأجابه الحسن الورع: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد، وأن يزيد لا يمنعك من الله. نال الحسن البصري حب الناس وتقديرهم في زمن كثرت فيه الفتن والنزاعات. وبعد وفاته في الواحد من رجب عام 110 هجرية خرج أهل البصرة كلهم لتشييع عالمهم الجليل.